صباح الخير لكم زملاء داخل استديو، صباح الخير لكل متابعي ومحبي قناة زاكروس. جامعة دهوك كلية العلوم الإنسانية تقيم مهرجانا للصحة النفسية بمشاركة عدد من الطلبة والأساتذة، كونوا معنا بهذا التقرير. قررنا نسوي فيستيفال الصحة النفسية، تركيزنا بهذا الفيستيفال والثيم مالتنا هو التركيز على المجتمع، تكون نشاطات ممتعة، مثلا نحاول ندمج الأطفال لأن تركيزنا يعني بالمستقبل لازم يكون على الأطفال، وهم واحدة من الأشياء يعني ركزنا عليها أنه جو الحفلة هم يكون جو طفولي، يعني يكون جو مرح، يكون جو نشاطات، يعني حتى الملابس مال القائمين على الفيستيفال يعني غالبيتهم قلت لهم حاولوا تكون شغلات لطيفة، شغلات مع الأطفال. احنا قسم تطبيقي ليس فقط نظري، وهذا اكبر دليل على انه احنا فعلا قسم عملي، وراح تشوفون جنابكم اليوم ان شاء الله ابداع طلابنا، ليس مجرد طلبه في علم النفس، راح تشوفون الاختلافات والتنوع اللي راح يصير هنا، وهذا جزء من سياسه جامعتنا، وجزء من سياسه قسمنا، وجزء من كليتنا بعميدها اللي دائما سباق ومرن جدا في اخذ الافكار. عندما طرحنا عليه هذه فكرة الفيستيفال والمهرجان كان رجل مرن جدا، لما لا يلا، وإذا تشوفون إن شاء الله هاي بدايات، وراح تشوفون إن شاء الله مستقبلا مفاجآت حلوة في قسم علم النفس اللي هي تقريبا تكاد تكون الأولى على مستوى جامعة دهوك. من هاي اللوحة take what you need، مثل الصبر، أن أمل، تسامح، عبارات يعني تدخل بقلب الشخص، يعني مثلا تسامح أو أمل أو حب، مثلا عبارات عن الحب حتى تدخل بقلب الشخص وتعبر عن مشاعره، أو مثلا حتى يبادر بخطوة الجاية، فمثلا حب مثلا يعني مثلا أنت تحب شخص فأنت راح تبادر بعد ما تشوف مثلا هاي الورقة يجوز أنت تروح تبادر بهذا الحب، أو مثلا تسامح وهكذا الصبر ينطيك مثلا طاقة أكثر للصبر أو الدافعية للقيام بالأشياء. مشاهدينا أكيد توصلنا معكم إلى ختام فقرتنا لهذا اليوم لبرنامجنا سما الزاكروس، كنت معكم أنا إيمان عبد الكريم من دهوك، والعودة لكم استديو.